هناخد ابلكيشن على كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه دوت. هناخد يعني ابلكيشن مهم جدا هو الارتفيشال كيدني. الارتفيشال كيدني بيبقى عندنا بيسكلي البودي فلويدز اللي هو البلاد ان كونتاكت مع حاجه اسمها دايليسيس فلويد او الايه الجزء بتاع الدايليزيت بتاعنا. بيبقى في عندي هنا الفوليوم بتاع ده في والكونسنتريشن بتاعه سي. هنا بيبقى في سي داش وفي داش. بيحصل بين الاثنين دول نت فلو او نت فلوكس اوف مولكيولز ما فيهوش اصلا سولفنت دراج، يعني ده بيبقى ثابت وده ثابت في مكان، هما الاثنين ما فيش اي فلو بينهم، بس في بارتكلز بتتحرك من هنا لهنا. طبعا اللي بيحكم حاجه زي كده لما شفنا قبل كده هو عباره عن الفيكس فيرست لو. فبيبقى في عندنا في الاخر الايكويشن بتاعتنا نقدر نحطها ان النت فلو دوت فلو 3 بتاعنا عباره عن اوميجا ار تي، ده كونستنت، ده عباره عن الدي تايم سي ماينس سي داش، فرق الايه كونسنتريشن بتاعنا. اوكي، فاحنا ممكن ناخد بقى الكلام ده ونحطه بشكل مختلف شويه. ان انا عندي دلوقتي الجي اس دي عباره عن ايه؟ عباره عن يعني ممكن نقول ان هي عباره عن ال rate of particles per unit area per unit time. لو حبيت اخليها بس عباره عن particles per unit time يبقى معنى كده لازم اضرب الكلام ده في ايه؟ في area، والاريا بتاعت الكلام ده عباره عن اس. اوكي، هيبقى عندي هنا اس تايمز اوميجا ار تي اللي احنا اتفقنا عليها ان احنا بنسميها اللي هو ده الديفيوجن ديفيوسيفيتي بتاعتنا اللي هو دي. فاللي موجود عندي بقى الجي اس دلوقتي هتبقى عباره عن دي ان باي دي تي اللي هي بارتكلز بير يونت تايم، هتساوي الكلام ده. اوكي، فلو بتخيل انا دلوقتي دي ان باي دي تي على الجنب ده، طبعا لازم اخلي الكلام ده نيجاتيف لان انا بتكلم على ان الفلو دلوقتي بيبقى العكس، بيبقى يعني اللي بيحصل هنا تغير في الان ده، تغير في العدد البارتكلز بيبقى نيجاتيف لان انا بفقد مش بزود. اوكي، فهيبقى عندي الايكويشن بالشكل ده كده. احنا ممكن نحط بقى الكلام ده كله يعني يعني يبقى هو ده كونستنت. ففي الاخر عايز احط الكلام ده كله في ده الديفرنشال ايكويشن في فاريبل واحد، فاقرب حاجه احطها هي ان انا اخد الان دي واقسمها على الفوليوم، الفوليوم التوتال فوليوم بتاع البلاد مثلا، ويبقى هو ده عباره عن الكونسنتريشن. فلو عملناها كده يبقى عندي دي سي بي دي تي بتساوي كونستنت ماينس كونستنت تايمز سي ماينس سي داش. لو انا حليت الديفرنشال ايكويشن دي هيطلع لي الحل بتاعها شكله عامل كده، c of t بتساوي c of 0 minus c dash e to the minus t على t, t على tau. اوكي، plus c dash. اوكي، ال c dash ده بيبقى هو الكونسنتريشن بتاع الدايسيس فلويد، ده اللي بيبقى prepared عليه، ده هو بيبقى prepared ان في كونسنتريشن معين بالشكل ده. عادة انا بتكلم مثلا على الميتابولايز زي اليوريا والحاجات دي كلها، بيبقى كونسنتريشن c dash ده ممكن نفرضه ان هو بيساوي 0. ناخد بقى نفس المثال هو ونحط له الارقام بتاعته، نحط له كمثال كده الحاجات رياليستيك اللي موجوده عندنا في الـ فور تيبيكال داليسيس سيشن. هنلاقي ان اوميجا ار تي تيبيكال فاليو بتاعتها بتبقى 5 × 10⁶، والاس بتبقى حوالي 2 متر، ده عباره عن السيرفيس اريا بتاعت الفلتر او اللي هو الهول فايبر دايلايزر اللي بستعمله. الفوليوم عباره عن 40 لتر، ناخد بالنا ان ده مش الفوليوم بتاع البلاد، ده الفوليوم بتاع التوتال فلويد الموجود عندي في الجسم، ده حوالي 40 لتر، ناخده على الافريج كده. هلاقي عندي في الحاله دي ان التاو بتاعتي اللي هي التايم كونستنت بتاعي بيبقى 1.1 اورز. فمعنى كده بنستنتج ان الدايلسيس بياخد اورز مش بياخد مينتس، نتيجه ان احنا لازم نخلي نمبر اوف تاو يعني يعدي، لازم يخلي على الاقل 3 تاو مثلا عشان نوصل ل 95% او 99% من من الميتابلايز يكون اتشالت. فبنتكلم على ان احنا لازم ناخد في اعتبارنا برضو ان larger molecules are slower، وفي نفس الوقت احنا عايزين نفس العملية تكون بطيئة ما تكونش سريعة علشان ما نعملش cerebral edema ونسبب headache للpatient زي ما كنا بنتكلم من شوية. في نوعين برضو من الطرق اللي بنعدي بيها الدايلايزر او الدايليزيت اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده relative للبلد. لو انا تخيلت ان انا عندي دلوقتي الاثنين جايين ريلاتيف لبعض وماشيين بنسميها كو كارنت، يعني هما الاثنين موجودين في تو كومبارتمنتس كده، واحد ماشي في الاتجاه ده والتاني ماشي نفس الاتجاه هو بالظبط. اوكي، وبينهم بعضهم في ميمبرين. اوكي، فالاقي ان انا مثلا عندي ده الكونسنتريشن بتاع مثلا سي الميتابولايت اللي انا عايز اشيله، وده الكونسنتريشن اللي هو بتاع الانورد فلو بتاع الدايلايزر بتاع الدايزيت. اوكي، ده هيبتدي بكونسنتريشن عالي وده بزيرو. هما الاثنين وهما ماشيين مع بعض ده هيتنقل من هنا لهنا، هيبتدي يحصل يعني فلو من هنا لهنا. النقطة ان انا في اخر الطريق خالص هلاقي ايه؟ هلاقي ان هما الاثنين وصلوا النقطة هما الاثنين فيها بقى ايكوال، يعني الديفيوجن اللي حصل بينهم ده للاسف ما وصلش ان يتشال خالص الميتابلايت اللي عندي ده، لا ده وصل ان هما الاثنين يبقوا قد بعض، فمعنى كده وصل لنص كونسنتريشن بس. فمعنى كده كو كارنت
فلو، هلاقي عندي ببتدي بريت عالي جدا في الديفيوجن، وابتدي الريت ده بيقل، لان الدلتا سي اللي هي الفرق بين ده وده هو ده الدرايفنج فورس بتاعت الديفيوجن. طب لو احنا دلوقتي عملنا نفس العمليه دي، بس كان في عندي واحد ماشي من الشمال لليمين، واحد ماشي من اليمين للشمال، هما الاثنين ماشيين كاونتر كارنت. الكاونتر كارنت هيحصل فيه كالاتي، يعني ده في الانورد فلو ببتدي من هنا وانتهي في الاخر خالص في الايه، في الجزء اللي هنا ده. العكس في الثاني، ده في الدايلايزر، في الدايليزيت هيبقى عندي دايليزيت يخش من هنا الكونسنتريشن بتاعه زيرو هنا، ويفضل ماشي لغايه لما يطلع يبقى الكونسنتريشن بتاعه هنا. لو انا بصيت لهنا ده بيبتدي بكونسنتريشن عالي، وفي الوقت نفسه ده بيبتدي بكونسنتريشن واطي من هنا، كويس. اللي بيحصل ان هو يعني ده الفرق، الكونسنتريشن هنا هيفضل موجود من الاول لغايه الاخر، هيبقى مينتيند من اول لغايه الاخر خالص، نتيجه لان انا عندي يعني هنا مهما نزلت هيفضل في الاخر برضو في يعني جزء من الميتابلايت موجود، فيعمل لي فرق كونسنتريشن مع الزيرو. ده هنا بيزيد وده هنا بيزيد في نفس الوقت، يعني هنا ده يعني في الاول خالص ده اعلى حاجه، وهنا في الاخر يبقى اعلى حاجه، فهيبقى اعلى حاجه مع اعلى حاجه واقل حاجه مع اقل حاجه. فمعنى كده ان انا هقدر اوصل هنا بكونسنتريشن للميتابلايتس بتاعتي في الاخر اقل من 0.5، يعني ممكن اوصل لحاجه اقل من 0.4 اكشولي، اوكي. فمعنى كده ان الكاونتر كارنت ترانسبورت هيبقى احسن ومور افيشنت عن الكو كارنت ترانسبورت، نتيجه ان انا هنا بمنتين في الكاونتر كارنت، بمنتين الدلتا سي بتاعتي هنا بقيمه ثابته فيهم كلهم، مش بخلي القيمه دي تقل مع الوقت. طبعا احنا هنتكلم على الرينال دايليس ده بتفاصيل اكتر شويه، بس احنا بناخد بس الكونسبت الاساسي في المحاضره دي، وفي الجزء بتاع الميديكال اكويبمنت بقى بنتكلم على الكيدني دايليس ده، بنتكلم عليها كمحاضره مستقله.